نظم يوم الأحد 24 أبريل 2022 بالثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي ببابرد الحفل الختامي لمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم وحفظ الأربعين النووية التي جرت طوال شهر رمضان المبارك، والمنظمة من طرف جمعية عبد الله بن عمر لرعاية أهل القرآن وتدريس علومه، بشراكة مع مؤسسة عبد الله بن عمر للتعليم العتيق ببابرد، فرع مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم العتيق بوزان، وبالتنسيق مع المجلس العلمي المحلي بشفشاون، بحضور ممثل المجلس العلمي الأستاذ عبد العزيز المدن، وكذا ممثل مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورؤساء المصالح الأمنية، ونائب رئيس الجماعة ببابرد. وكان الحضور متميزا حيث امتلأت القاعة عن آخرها. وشهدت فقرات الحفل تلاوات عطرة للقرآن الكريم من حناجر ذهبية أدخلت السكينة على قلوب الحاضرين، كما عرف الحفل فقرات من المسرح واللوحات الفنية وأناشيد إسلامية وابتهالات عطرة من تقديم تلميذات وطالبات كل من الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي ومدرسة عمر بن الخطاب الخاصة لتعليم العتيق بوزين، والمدرسة الجماعاتية والثانوية الإعدادية بن سينا، والمدرسة الابتدائية يوسف بن تشبين، ومدرسة التعليم الخصوصي براعم جابر بن حيان، والثانوية الإعدادية بثمروت، والثانوية الإعدادية بأونان. وفي ختام هذه التظاهرة الدينية تم توزيع الجوائز والدروع على المشاركين بمن فيهم الفائزين والقراء تكريما لهم على مجهوداتهم واجتهادهم في سبيل ضمان استمرارية حفظة القرآن وحامله كتاب الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أفضل الناس وأكرم الناس، لذلك قال فيهم في حقهم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جزى الله الجميع وحفظ الله الجميع ويسر الله أمور الجميع ووفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين. الاسم الكامل وربع فردوس، استاذ بمدرسه عبد الله بن عمر الخاصه للتعليم العتيق ببابرد، وعضو في جمعيه عبد الله بن عمر لرعايه القران وتدريس علومه. نظمت بمناسبه شهر رمضان المبارك، نظمت مدرسه عبد الله بن عمر الخاصه للتعليم العتيق ببابرد مسابقه في تجويد القران الكريم وفي حفظ الاحاديث من كتاب الاربعين النوويه، والحمد لله يعني لقي اقبالا كبيرا من طرف التلاميذ والتلميذات. وهذه المسابقه كانت بشراكه مع المدارس العموميه الموجودة بدائرة ببرد والمدارس الخاصة بالتعليم العتيق، فكانت هناك منافسة ولله الحمد، واستطاع التلاميذ من خلالها حفظ 40 حديثا من كتاب الأربعين النووية في ظرف وجيز حوالي 17 يوما. أيضا هناك مواهب زاخرة ولله الحمد تزخر بها المنطقة. من أهداف هذه المسابقة هو تشجيع على الإقبال على كتاب الله عز وجل حفظا ومدارسة وتدبرا وتجويدا، أيضا تشجيع الناشئة من الشباب والشابات على الاهتمام بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار الشراكة التي تجمع مؤسسة عبد الكريم الخطابي، ثانوية عليا عبد الكريم الخطابي، وجمعية عبد الله بن عمر للتعليم العتيق بباب برد، نظمنا مجموعة من المسابقات في إطار بالنسبة للمؤسسة ديالنا في إطار الحياة المدرسية في مكوني تجويد وحفظ القرآن الكريم. وهذه مناسبة لاستعراض مجموعة من القيم الإسلامية في هذا الشهر العظيم وفي العشر الأواخر من شهر رمضان، فمبروك للمتوجات والمتوجين وحظ أوفر لباقي المتسابقات والمتسابقين، والسلام عليكم. بصفتي من المشاركين اللي شاركوا في هذه المسابقة التجويد والأحاديث، كنشكر الأطر التربوية والإدارية اللي ساهمت في النجاح ده هذا الحفل، وبالنسبة للمشاركين اللي ما حالفهمش الحظ في النجاح كنتمنوا لهم النجاح، وبالتوفيق للكل ومسيرة موفقة للجميع. كما سبق وأن صرحت زميلتي مريم، فالشكر التام يعود إلى الأطر التربوية التي ساهمت في
إحياء هذه المسابقة وهذا الحفل التربوي المخصص لحفظ وتجويد القرآن الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتواجد اليوم في مدرسة عبد الكريم الخطابي بباب الرد في العرس القرآني الذي تنظمه مدرسة عبد الله بن عمر الخاصة للتعليم العتيق، والجمعية المشرفة عليها جمعية عبد الله بن عمر لرعاية أهل القرآن وتدريس علومه. في الحقيقة في هذه الأمسية اكتشفنا مجموعة من المواهب الشابة التي تبين أن المغرب لا يزال بخير وأن المغرب بلد القرآن كان ولا يزال. السلام عليكم. كنشكر الأطر التربوية والإدارية التي سهرت على إنجاح هذه المسابقة وإحيائها وتشجيع التلاميذ على إحياء هذه السيرة النبوية وتجويد القرآن. اسمي الكريم سهيل حرحور من مدينة الجبهة إقليم الشوان عمارة الشوان. أدرس في مدرسة عبد الله بن عمر للتعليم العتيق في باب الرد فرعاتي عمر بن الخطاب بوزين. كذلك أحب أن أوجه تحية خاصة والشكر الجزيل للأساتذة المحترمين والطؤر الإداريين، وكذلك الشكر الجزيل لمدير مدرسة عبد الله بن عمر السي الأمين بن علي اللانجري.